بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. ازيكم حبايب قلبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. نسمي بالله ونصلي على سيدنا محمد عليه الصلاه والسلام. النهارده بقى ايه؟ هنمسك الاوضه بتاعت الفراخ ولا ايه؟ البيضه دي ننضفها بقى كده ونفرش نشاره ونفرش جير ايه، عشان انتوا شايفين المنظر، الاوضه بقت دي مش حلوه خالص. فطبعا هنشيل كل السقايات وكل الحاجات دي. طبعا ايه، انا بشيل السقايات من قدام الفراخ. بصوا هما دلقين الميه هناك اهو، عشان تفكروا انا ما بحطلهمش ميه. والميه دي كنت حاطه لهم فيها اسبرين برده، بصوا دلقينها هنا اهي. بس ما علينا، هما دلقين حبات بسيطه. المهم ايه، هننضف تحتيهم ونغسل السقايات ونغسل العلافات ونحط لهم بقى ايه، ميه نظيفه، ونظبط بقى كل حاجه، نشاره وجير وكله. بسم الله ما شاء الله، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. هنضف وارجع لكم بقى. بصوا بقى يا حبايبي اهو، نضفت شلت كله بقى، وحطيت نشاره نظيفه وجير اهو، كل حاجه. لازم الطوب حتى كمان نرش عليه جير برضو، جير مطفي كده. الجير المطفي ده حلو جدا، بيطهر المكان ويمنع الحشرات. عارفين يا جماعه اللي بنسيب الطوب ده فتره طويله محطوط مكانه كده ما بننقلوش وننضف تحتيه، بيعمل حشرات. وبعدين الارضيه نفسها لما بتقعد فتره بتعمل حشرات على فكره، فده مش صحي للفراخ خالص. يعني انا معاكم في الاول ما بنشيلش الارضيه كلها، بنحط ايه على الوش حبه بحبه، لكن بعد كده بنشيل بقى كل كام يوم، كل يعني مثلا اسبوع كده نروح شايلين الارضيه كلها ونحط نشاره زي ما انتم شايفين كده، نشاره نظيفه كده، والارض تبقى ايه زي ما انتم شايفين كده. لازم ايه اجيبها على الارض خالص كده واطهرها واحط. لما بيبقى الفراخ في نفس الاوضه، بتعملي الجزء اللي جوه مثلا، الجزء اللي جوه ده تنضفيه الاول وتفرشي فيه الجير والنشاره، وبعدين تروحي ايه نقله الفراخ، تحوطي لهم على جنب وتسيبيهم وتنضفي الجزء الثاني. احنا ما بنطلعش الفراخ بره ولا بنمسح الاوضه، عشان غلط الفراخ بتاعتنا ايه نهويها ونطلعها بره، ما ينفعش. فراخ البيضه دي بتاخد لطشه برد من اي حاجه، ولو كتمت عليها بتعيا برده. يعني بصوا بص الكتكوت بيعمل ازاي يا جماعه، والله بياخد نفسه بالعافيه. هشوف لهم بقى مشروب حلو كده ايه يهدي عندهم دقه التنفس اللي عندهم دي من حر ده. والاكل مش دلوقتي خالص، الاكل ايه على بالليل ان شاء الله. المهم ايه، صلوا على النبي حبايب قلبه، ادعوا بالبركه كده. بصوا الفراخ بسم الله ما شاء الله، بصوا النهجان والحر اهو كله بينهج من حر. حد كان قال لي من حبايبي في التعليقات انت مش حاطه ميه، وانا كنت بنضف تحت الفراخ. انا دلوقتي لسه منضفه، طبيعي مش هبقى حاطه ميه، فهحط لهم الميه دلوقتي بعد ما بخلص بشيل السقايات وبشيل كله. قبل ما بنضف بشيل السقايات واشيل الاكلات وانضفهم، واروح حط لهم الميه بعد كده واسيبهم من غير اكل. مش مشكله، مش هجرالهم حاجه لو جعوا شويه، وبعدين بروح حط لهم الميه. صلوا على النبي حبايب قلبي. طبعا ايه الميه انا قاطعه عندي هنا فوق، عشان انا فوق السطح ايه عندهم دلوقتي. فطبعا انا حاطط لهم حبه ميه في صينيه دلوقتي اهو، وحاطط لهم حبه دواء. انا صورته معاكم قبل كده متهيألي، الدواء اللي هو الاولفنت. بصوا يا حبايبي الجو اللي احنا فيه ده بصراحه ربنا يحير. يعني دلوقتي الهواء جامد قوي فوق عند الفراخ اهو، بصوا الهواء جامد قوي، يعني الواحد ايه يخاف عليهم بصراحه ليعيوا. بس ايه مش عارفه، يعني مش عارفه اظبط الجو بصراحه، مش عارفه اقول لكم ايه. المهم ايه، تصلوا على النبي وتحطوا لنا لايك جميل. طبعا هم عطشانين اهو، وحطيت لهم الميه. طبعا انا حطيت لهم الميه ايه في الصينيه دي يشربوا فيها دلوقتي، احسن ما يقعدوا من غير ميه، عشان الميه قطع عندي، وانا بحبش ايه احط ميه كتير من الميه المركونه. انا ماليه ازازه فوق وركناها، بس الميه فوق ملهلبه ما تنفعش تتحط لهم. طبعا جبت لهم صينيه الميه دي من تحت اهي، حطيت لهم فيها حبه ميه كده، وجبت لهم الدواء اللي هو الاولفنت ده، عشان اللي عندهم زي خروشه كده بسيطه. ها الدواء ده يا جماعه هايل، حلو قوي، بسم الله ما شاء الله، يعني جميل جدا، حلو للفراخ البيضة وحلو لكل الطيور اللي عندها ضيق في التنفس. بتحطه لهم بسم الله ما شاء الله، بيبصوا بيسلك صدر الفرخ من الدهون، بيبقى عليه دهون، فالفرخ مبقاش عارف ياخد نفسه، فده بيساعد الفرخ ان هو ياخد نفسه شويه. بسم الله ما شاء الله، بصوا اللي هناك ده عمال يعمل خنفره كده. الواحد بصراحه ربنا بيزعل والله على الفراخ لما بتكبر وتعي عنده، بيزعل عليها قوي. فربنا يستر يا جماعه، ادعوا لنا بالبركه كده يا حبايب قلبي. طبعا انا ما باكلهمش دلوقتي، انا بسيب بشيل الاكل من قدامهم. طول ما انا بنضف بشيل الاكل وبشيل الاكل، انا طبيعي كل يوم بشيل الاكل ساعه ونص في الجو الحلو لما يبقى الجو طراوه، لكن طول ما هو الجو حر وكاتمه قوي ما بسيبش الاكل قدامهم. ما ينفعش اسيب الاكل قدام الفراخ في الحر، فبشيل طبعا الاكل من قدامهم خالص اهو. بسم الله ما شاء الله، انزل بقى اعمل لهم الخلطه بتاعتهم اللي انا بعملها لهم كل يوم، البصل على الثوم على الليمون، هما بيستنوها من وقت لوقت. بص والله انا قريتني لا اقرا في رجلي ايه المضروبه دي.
نورتني في رجلي. فاكراني ايه؟ وفاكريني جايبه الاكل اللي هو ايه، البصل والثوم والليمون اللي هم ايه الاكل اللي هم بيحبوها. فانا لسه هنزل ايه اعملها لهم، اضربها لهم في الخلاط على ليمون على حاجات كده ايه، ونظبط لهم الدنيا ونحط لهم بقيه التحويجه بتاعتهم اللي بنحطها لهم كل يوم، عشان بسم الله ما شاء الله توصلنا ايه الاوزان حلوه كده، تفتح شهيه الفراخ ايه، تبقى وقايه عندهم من الامراض، من الامراض وال وتساعدهم يعني ان هم يستحملوا الجو اللي احنا فيه ده. تعمل لهم رفع مناعه يعني، الكركم والحبه البركه والعسل كل ده رفع مناعه للطيور، فبتساعد الفرخ ان هو يستحمل الجو المتقلب اللي احنا فيه ده، جو شويه برد وشويه حر، فهو ده اللي بيضر الطيور. هسيبكم بقى وانزل ايه اجيب لهم الخلطه اللي انا هعملها لهم دي واحط لهم على العلب. اه كده احط لهم بقى الاكل يا حبايبي اهو، عملت لهم الخلطه بتاعتهم. هم الصمام الصابرين طبعا جعانين عشان انا من بدري مجوعاهم. بسم الله ما شاء الله. طبعا انا كنت حاطه لهم في الصينيه دي ميه ايه بدواء اللي هو الاولفنت اللي قلت لكم عليه، هجيب لهم بقى السقيات دلوقتي بس ياكلوا الاول، عشان مش عايزاهم ايه يملى ايه معدتهم ميه وبعدين ما يرضوش ياكلوا. هجيب لهم بقى اكله تانية عشان دول ايه مش مكفيينهم، عايزين واحده ثالثه. بصوا يا حبايبي حاطط لهم الاكله زي ما قلت لكم، الخلطه اللي احنا بنعملها كل يوم مع بعضنا، البصل والثوم والليمون والكركم وحبه البركه والعسل كله والخميره، بس ما تكتروش العسل ولا الخميره. ليه بقى؟ عشان بتعمل اسهالات للفراخ، قللوا منها على قد ما تقدروا. هي حلوه فاتح شهيه وكل حاجه، بس كترها برضو بتخلي الفراخ تبقى عندها اسهال على طول. المهم ايه، صلوا على النبي حبايب قلبي، تحطوا لنا لايك جميل بقى كده، وزي ما قلت لكم اللي بيشوف قناتي لاول مره يشترك فيها ويفعل الجرس، تحطوا لنا لايك حلو بقى كده وتصلوا على النبي. اه بسم الله ما شاء الله. شفتوا بقى النتيجه لما بنجوع الفراخ، بسم الله ما شاء الله بتهجم على الاكل ازاي، اللهم بارك يعني، بسم الله ما شاء الله. ويوم ان شاء الله كده هبقى اوزن معاكم واوريكم الوزن، بس انا بقول لكم خلي الوزن ايه في الاخر مفاجاه ايه، عشان ما بحبش اوزن في الاوائل كده. طبعا النهارده الجو ايه هوا بالليل، فلازم الواحد بقى يقفل على الباب كويس كده ويتقل عليهم، عشان زي ما قلت لكم الخروشه دي بتيجي برده من كتمه المكان وبتيجي من الملقف بتاع الهوا، لما واقفين في وش الباب على طول لازم الواحد ايه يدخل لهم منفس بسيط، ولا يتقل قوي ولا يهوي قوي، يعني لما تفتح لهم الهوا خالص هيعيوا منك، لما تكتمي عليهم برده هيعيوا، فحاولي تظبطي الدنيا على قد ما تقدري. معلش انا اسفه على الاضاءه، عشان بس ايه مش عايزه احط لهم لندم اللي هي التانية عشان الجو حر، فحط لهم اللي هي الموفره دي.